لنا أقرباء لا يصلون ولكن يصومون شهر رمضان ولا يعرفون حقيقة الإسلام، هل أصلهم أم أقطعهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على المسلم أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس الخير، خصوصا مع أقاربه وعشيرته. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالواجب أن المسلم يقوم بما أوجب الله عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر بوقاية النفس أولا من هذه النار، ثم بوقاية الأهل، وذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى الله عنه. الواجب عليك أن تبصر هؤلاء وتأمرهم بطاعة الله وتغلظ عليهم القول في تركهم ما أوجب الله عليه. وصيام رمضان وحده لا يكفي، بل لا بد من الإتيان بأركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذا هو الإسلام كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مبانيه وأركانه، وبقية الأوامر والطاعات كلها مكملات ومتممات لهذا الإسلام، والمعاصي والسيئات تنقص هذا الإيمان أو تنافيه. فالواجب عليك أن تبصر هؤلاء وأن تأمرهم وتنهاهم، تبين لهم أن الصيام وحده لا يكفي ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، وأنه تعب بلا فائدة ما دام أنهم لا يحافظون على صلواتهم. والإسلام لا يتبعض ولا يتجزأ. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، عن الإسلام خذوه كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.